السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هيبقى بإذن الله فيديو جديد عن بيك ووركرز. بقى ايه اللي حصل في بيك ووركرز واخر المستجدات، وهل الموقع طور من نفسه في حاجات، هل في حاجات اتغيرت، هل في حاجات اضافت، حاجات اتشالت؟ كل ده هنعرفه بإذن الله في فيديو بتاع النهارده، لان للاسف زي ما انت عارف ان الفترة اللي فاتت كان بيك ووركرز متدمر خالص في موضوع المهمات دوت. وهل التغيير اللي حصل او التغييرات اللي حصلت ديت هتحسن من الموقع مستقبلا ولا هيبقى ايه الموضوع بإذن الله؟ اهم حاجة يا صديقي ما تنساش اللايك اللطيف بتاعك والسبسكرايب لو انت لسه ما عملتوش، ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. اول تغيير يا صديقي العزيز، ان انت لو جيت عملت سيرش على بيك ووركرز عشان تخش عليه، هتيجي تلاقي ان السيرش ظهر لك عادي جدا والموقع مكتوب بيك ووركرز وكل حاجه، ولكن لما تيجي تخش هتلاقي تغيير مباشر لسه حاصل من فتره قريبه، ان الموقع اتغير اسمه والدومين بتاعه خالص اصلا. يعني الدومين بتاع بيك ووركرز دوت اللي هو اللي انت شايفه كان ورا دوت مش موجود دلوقتي حاليا، اللي هو بيك ووركرز دوت دوت كوم اتلغى، اتشال من على الخريطه. الموقع دوت هو مكتوب حتى كلمه بريفيوسلي بيك ووركرز، يعني هو سابقا كان اسمه بيك ووركرز. الموقع دوت التحسين او الابجريد الجديد بتاع موقع بيك ووركرز يا شباب، والخطوه دي الناس دي خدتها ليه؟ ده السؤال اللي انت المفروض تسال نفسك، ليه الناس غيرت الدومين بتاع الموقع مع ان الدومين كان مستقر على فكره وكان لسه فاضل له فتره عقبال ما ينتهي، والاسم كمان غيروه؟ يعني حتى لو غيروا الدومين طب ليه غيروا الاسم؟ فهقول لك كل التفاصيل دي باذن الله دلوقتي. المهم يعني ان انت عارف ان من فتره قريبه بيك ووركرز ضافت خانه جديده اسمها خانه الجيجز. اكيد انت لو ما شفتش فيديو الجيجز عندنا في القناه فانت بصراحه المفروض تروح تقتل نفسك، يعني ان فيديو الجيجز ده من الفيديوهات المهمه جدا اللي لو انت واحد فعلا مبتدئ وحاب ان انت تبدا بقى في مجال ان انت تتوسع وتشتغل بحاجه او بصوره احترافيه حبه وبصوره بسيطه يعني، او انت مش عايز حاجه مفتوحه لان انت هتوه وتضيع، فبيك ووركرز قدم لك الموضوع دوت. ولو انت كنت من الناس المتابعه ليا في القناه بصوره مستمره هتعرف ان احنا كنا بننوه على موضوع الجيجز دوت من قبل اصلا ما تنزل في الموضوع، او ان هي تنزل على الموقع من قبل حتى ما يتعمل لها الابجريد. فما تنساش تخش تتفرج عليها باذن الله وتعرف تفاصيل الجيجز ديت لانها مهمه جدا، لان من احد الاسباب في تغيير اسم الموقع هي موضوع الجيجز اللي نزل جديد دوت يا شباب. تعال اقول لك على نصيبه دلوقتي حصلت للاسف بعد الابجريد الجديد اللي حصل دلوقتي، فهنيجي نسجل دخول مع بعض دلوقتي يا شباب. هتلاقي تو سيناريوز، يعني تو سيناريوز هيجي معاك او بالتحديد 3، ولكن المشكله ان اغلب اللي حاصل تو سيناريوز دلوقتي. السيناريو الاولاني يا معلم ان انت بتيجي تسجل عادي بالايميل، تلاقي اول ما بتسجل دخول يقول لك ان الفاليد ايميل او باسورد، او يقعد يحمل ويعمل لودنج كده في كلمه لوج ان ديت وما يدخلكش على الايميل بتاعك. دي اول سيناريو معانا، ودي مشكله بسيطه جدا ما تقلقش منها لو قابلتك، لان ديت بكل بساطه هتعمل ايميل جديد وتبدا ان انت تخش تكلم الدعم تقول لهم ان المشكله ديت موجوده على الايميل الفلاني، وتديهم الاسم او الايميل بتاع الايميل اللي عليه المشكله، وتبدا ان انت يا معلم تمسح الايميل الجديد اللي انت عملته عشان تكلم بيه الدعم دوت. فما تقلقش من الموضوع ده خالص، تقدر ان انت تحل المشكله بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت بالتحديد. المشكله بقى الثانيه او السيناريو الثاني اللي هو المشكله الاكبر جدا، ان هم حذفوا الحسابات خالص اصلا، ان انت يخش تلاقي ان الحساب يا معلم اتحذر او ان الحساب مش موجود، يقول لك ان الحساب دوت مش موجود على الموقع، يعني نوت بريزنت. فبتبقى مشكله ونصيبه سودا ديت، لان الداتا بتاعت الايميل بتاعك بكل ما فيها من ربح وكل ما فيها من مهام اتمسحت ومستحيل ترجع. طالما اتمسحت في الابجريد مستحيل ترجع لو اتشقلبوا، حتى بتوع الموقع مش عارفوا يرجعوها لانها هتبقى موجوده على الدومين القديم اصلا. فبالتالي خلينا في الموضوع المهم، ان والسيناريو على فكره الاغلب او الغالب على الموضوع دوت السيناريو الاولاني، اللي هو ان كلمه الروت بتبقى غلط او ان بيعمل لك لودنج في كلمه لوج ان ديت وما بيرضاش يخش، فزي ما قلت لك حلها. ولكن بقى السيناريو الثالث والعادي والطبيعي ان انت بتخش على الايميل بتاعك يا معلم ويسجل دخول عادي جدا. انا بقى جيت اسجل بالصدفه دخول على الايميل بتاعي دلوقتي معاكم، لقيت للاسف ان حظي من الحظوظ المهببه، وان انا جالي السيناريو الثاني اللي انا قلت لك عليه من الثلاثه، فجالي ان انا اخدت بلوك عشان انا فتحت اكتر من حساب، وانا والله ولا فتحت اكتر من حساب ولا اي حاجه. ولكن طبعا لو انت متابع قديم للقناه هتبقى فاهم ان انا كنت بقول لك ان بيك ووركرز بيجي عليه وقت بيلاقي ان الاكونت بتاعك كبر خلاص، انت اشتغلت وكونت مبالغ بقى عندك احالات، يعني ما تزعلوش مني برضو، يعني انا يوتيوبرز فبالتالي ايه، وكمان بشرح لكم المهمات اللي في الموقع، فالناس بتخش بتسجل من عندي بيجي لي احالات انت فاهم، ففي ربح احالات وبتاع، فمثلا كل ما يلاقوني مثلا ان انا هعلى عن المعدل الطبيعي اللي هو مثلا 5 سنت ولا 10 سنت في اليوم، ده لو جالي من الاحاله بتبقى حاجه خيال اساسا، لما بيلاقوا المعدل ده هيعلى اصلا خلاص يقوموا ايه
هوبا يا معلم، نقوم عاملين له بان في الايميل وايه، وباي حجه باي حجه. انا والله انا وريتكم قبل كده يعني، الناس المتابعين القدامى وريتكم قبل كده البلوك اللي انا كنت واخده، كنت واخد بلوك ان انا عشان بعمل فيديوهات وبشجع الناس في طريقه عمل المهام والتركات اللي فيها، فانا كان بالحرف كده واخد البلوك والله لو لقيت الرساله في الفيس يعني، حتى كنت شارعها على الفيس وعلى المنتدى، فلو لقيت رساله هبقى اظهرها لك. فكان بيقول لك ان انا اخدت بلوك عشان كده يعني، كان السبب مكتوب ان انا عشان بعمل فيديوهات على اليوتيوب عشان اعلمكم فواخد بلوك. يعني كان من احد الاكونتات اللي يعني كانت طريفه، يعني كانت طريفه جدا الموضوع بتاعها. المهم يعني بس عشان ما نخرجش عن موضوعنا كتير، فده كان السيناريو الايه التاني واللي للاسف انا وقعت فيه وناس كتير وقعت فيه، مش انا بس على فكره يعني، سواء يوتيوبرز او مش يوتيوبرز هتلاقي الاكونت بتاعها اتحذر بدون اي سبب اي سبب. يعني ممكن يقول لك ايه، اصل انت دخلت من اي بي مختلف واتحذر ليه؟ عشان زي ما قلت لك السيناريوهات والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب يا سيدي، عملنا معاكوا الاكونت اهو زي ما انت ما شايف، بيقول لك ان الصفحه الرئيسيه اصلا للموقع بقت معموله على الجيجز، يعني هم خلوا ان الموقع ينقل كل تفاصيله او كل اهتمامه على موضوع الجيجز اللي احنا كنا متكلمين عليه قبل كده. طب نروح ازاي للمايكرو وركرز او المايكرو جوبز بتاعتنا اللي هي السيو والمهمات اللي انا شارحها في القناه عندنا؟ بندوس على كلمه مايكرو جوبز ديت وندوس كلمه فايند جوب ديت يا جماعه، وهنلاقي ايه؟ هنلاقي كل المهمات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الموقع بقى في تحسن تام ورهيب زي ما انت ما شايف. طبعا دي تفاصيل الاكونت الجديده، هندوس اي اجري. زي ما انت شايف الموقع المهمات اللي فيه بقت 924. الكلام ده حصل امتى يا معلم؟ حصل من بعد التحديث بتاع الاسم دوت. يعني تحديث الاسم فرق جدا في عدد المهمات اللي الناس كانت بتنزلها في الموقع وما زالت بتنزلها في الموقع. طب الكلام ده ليه؟ لان يا معلم موقع بيكو وركرز بالدومين بتاع بيكو وركرز كان بيجيب ترافيك لمواقع زي جوجل ادسنس، زي جرامرلي، زي يعني اي نوع من انواع المواقع اللي هي بتدفع فلوس مقابل مشاهده الاعلانات يا شباب. فالموقع اتعرف كايه بقى؟ كسبان بالنسبه للمواقع ديت. فاهم بقى الفكره واللعبه فين؟ كسبام. يعني ايه كسبام؟ يعني اي ترافيك يجي لي من الموقع دوت انا الشخص دوت هعتبره غير صادق، غير امين، فهيبقى مخادع، فانا هدي بان للاكونت اللي بيجيب لي ترافيك من الموقع بتاع بيكو وركرز دوت. يعني لو انت لاحظت جت الفتره بتاعت جرامرلي ديت، والله سامح الناس لما عملت لكم الفيديوهات بتاعت جرامرلي وازاي تسجل وازاي تكسب من بيكو وركرز، والناس فعلا دخلت وسجلت وكسبت، تقدر تخش وتشوف حتى كومنتات بنفسك على الفيديو، ان ناس عملت ريبورتات على الفيديو بتاعي، يعني الناس انا مش عارف مين عملت ريبورتات على الفيديو بتاعي ووصلت الموضوع دوت لجرامرلي، فبالتالي الاكونت بتاعي في موقع جرامرلي مع اني كنت بكسب مبالغ منه والله يا شباب، وانا وريتكم على فكره في الفيديو هناك المبالغ اللي انا كسبتها من جرامرلي، مبالغ. المهم يعني الاكونت خد حذر، اتحذر وكان في مبلغ كمان، والاكونت بتاعي كمان على بيكو وركرز اتحذر، والاكونتات بتاعت الناس اللي كانت مسجله على بيكو وركرز وبتعمل مهمات جرامرلي معايا اتحذرت. انت متخيل يعني كل الناس اللي كانت مشغاله على مهمه جرامرلي اتنفخت؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا عملت فيديو والناس عملت عليه ريبورتات يا شباب. فيعني كانت حاجه محزنه جدا جدا واتصدمت الحقيقه. طبعا انت لسه ما عملتش لايك لغايه دلوقتي، انا عارف انت قلبك من جوه مش صافي، انت عارف انت لو قلبك صافي كنت هتبقى اخويا زي الفيديو اللي فات. المهم يعني نرجع لموضوعنا، ان في زي ما انت ما شايف 924 مهمه، ولو عملنا ريفرش هتلاقيهم بيزيدوا او بيقلوا حاجات بسيطه. موقع بيكو وركرز لما اتغير لسبراوت فبالتالي المهمات زادت، فبالتالي الموقع ما بقاش اسبام، لان الترافيك اللي هتجيبه على جرامرلي او هتجيبه على غيره من المواقع زي جوجل ادسنس او غيره، فكل دوت مش معروف، او السي بي اي الربح من السي بي اي يا شباب، لو انت ما شفتش فيديوهات الربح من السي بي اي هتلاقي قوائم التشغيل هنا، وهتلاقي طريقه السي بي اي او الناس اللي بتشتغل بطريقه الاوفرز بتشتغل عليها ازاي، والكلام ده كله هو الربح من سي بي اي ليد هتلاقيه في قوائم التشغيل، تقدر ان انت تخش وتتفرج عليها. او حتى بالمناسبه يعني لو كنا بنجيب في السيره فهتلاقي الناس منزله موضوع الاوفرز دوت جديد. وفي مهمه منتشره كتير جدا هي مهمه اوديبل ساين اب. المهمه ديت يا جماعه منتشره بقى لها فتره كبيره، بنحاول نلاقي لها طريقه باذن الله او تركيه كده بحيث ان انتوا تشتغلوا عليها. هو في تريكايه بس غير قانونيه، يعني احنا في تريكايه شغالين عليها بس غير قانونيه، مش هنقدر ننزلها طبعا لليوتيوب للاسف، ولكن هنحاول ان احنا نلاقي لكم تريكايه قانونيه باذن الله ونشغلكم على المهمه ديت كمان بالمره. طبعا مهمات السيو مش عايز اقول لك ان هي مغرقه الموقع من ساسه لراسه زي ما بنقول كده عندنا في بالمصري، ومهمات الساين اب هي برده موجوده، ومهمات كمان الاوفرز زي ما بقول لك زادت، يعني الاوفرز كمان زادت جدا خصوصا في الفتره الاخيره، ومهمات الفاينانس برضو دي زيها
ليه زي مهمات المورفين. فلو انت هتعمل مهمات باينانس انصحك ان انت تعمل مهمات مورفين، لان في الحالتين بتحتاج اثبات هويه، يعني مهمات المورفين بدولار وي كمان. فدي يعني نصيحتي ليك لو انت واحد بترفع اثبات الهويه بتاعك عادي كده، بس نصيحتي ليك ما ترفعش لان الحاجات دي بتضر 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 بتضر. اديني قلت واديت نصيحتي، واعمل اللي انت عايزه يعني يا معلم. المهم دي كانت التفاصيل والتحديثات اللي اتحدثت في الموقع. برضو ضافوا ايه، ان انت اول ما تفتح اكونت في الموقع ان انت محتاج تفعل الكي واي سي، وكنا قايلين ازاي طريقه التفعيل ديت، وكنا عاملين فيديو شرح. فضروري يا معلم ان انت تفعل الكي واي سي دوت عشان تستفيد بخاصيه الجيجز ديت يا جماعه، وعشان تقدر ان انت تسحب الفلوس. بعض الدول بيخلوها يسحبوا عادي من غير ما يفعلوا الكي واي سي، ودول ثانيه يا معلم بيقول لك لا لازم ان انت تفعل الكي واي سي عشان تسحب. المهم يعني وعلى فكره بيختلف من اكونت للتاني، يعني في ناس كمان في نفس الدوله تلاقي ناس بتسحب عادي جدا ومش محتاجه كي واي سي، وناس في نفس الدوله طب برضو محتاجه او مطلوب منها ان هي تفعل الكي واي سي عشان تقدر ان هي تسحب. برضو اضيف اخر شرط يا معلم، عشان بس انا حاسس ان الفيديو طويل زياده عن اللزوم، ان مطلوب هنا يا معلم برضو مع تفعيل الكي واي سي ان انت عشان تشتغل في موضوع الجيجز دوت ان انت تكون وصلت الموضوع الاكسبرت. وعلى فكره الناس اللي متابعاني من الاول هتلاقي ان الجيجز اول ما نزلت ما كانتش طالبه الشرط دوت، هي كانت طالبه الكي واي سي بس. فبالتالي دلوقتي ضافوا شرط جديد اللي هو ان انت توصل للليفل بتاع الاكسبرت. لو انت مش عارف انت في ليفل ايه، تبدا ان انت تخش على الاكونت سيتنج من هنا يا معلم، وتخش على ماي بروفايل، او تخش على كلمه ماي بروفايل من هنا مباشره، هيبدا ان هو يوريك الليفل اللي انت وصلت له. يعني مثلا انا عشان لسه عامل اكونت، فالاكونت ستارتر هتلاقي هنا كلمه اكسبرت، لو وصلت لكلمه اكسبرت هنا يا معلم هيبقى انت كده يا معلم وصلت لايه، لاهم نقطه وهي نقطه الجيجز. وكمان في الجيجز ديت ليها تقييمات خاصه بيها غير الامبلويرز، يعني غير المايكرو جوبز، في تقييمات خاصه بالناس اللي شغاله في موضوع الجيجز والامبلويرز اللي شغالين في موضوع الجيجز. اتمنى يكون الفيديو عجبك. دي كانت تفاصيل موقع بيك وركرز بكل الجديد فيه، مفيش تفاصيل زياده، هو ما اتغيرش فيه كتير غير اتغير فيه الاسم والدومين، وزي ما قلت لك موضوع الجيجز زاد عليه كام شرط كده. فانا حبيت ان انا اتكلم معاك في التفاصيل ديت لان الموقع زاد، يعني المهمات فيه زادت. فانا انصحك ان انت لو كنت موقف ان انت تشتغل في بيك وركرز ارجع تاني، لان انت هتستفيد الفتره ديت، وخصوصا في بدايه تغيير الاسم ديت، لان الموضوع هيستمر فتره وبعد كده يرجع تاني يموت تاني. يعني زي ما حصل في بيك وركرز قبل ما يغير اسمه، كانت المهمات واصله ل 500 او 600 بحد اقصى، دلوقتي وصلت ل 900 و1000 و1100 كمان. فبالتالي استغل الفتره ديت اللي هي فتره نشاط الموقع لغايه اما يقع تاني ويبداوا ان هم يغيروا الاسم تاني، ونفضل في نفس الهليله والليله من اولها لاخرها. بس يا شباب دي كانت التفاصيل كلها، باذن الله انتظرونا في شرح مهمات قريب، يعني باذن الله هيبقى في مهمات جديده مشروحه قريب، بنحاول ان احنا نبتكر طرق جديده عشان نرفعها لكم. اتمنى ان انا اكون ما طولتش عليك، وان انت ما اتضايقتش بوجودي معايا. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء. بتبقى كده يعني تحس ايه ان انت ماشي تمام وبعد كده الموضوع يتخرج. فما تنساش بقى ان انت ايه تدعمنا في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.